اليوم فرق المعارضة بصدد تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على الحصيلة ديال البرلمان، سواء الحصيلة ديال نصف الولاية سنتين ونصف أو الحصيلة ديال الدورة الخريفية. هي مناسبة أيضا باش نعبروا على الرأي ديالنا في الأداء الحكومي، ثم أيضا في الأداء ديال البرلمان، لا على المستوى الرقابي ولا على المستوى التشريعي. بالنسبة للحكومة، العلاقة مع البرلمان كنسجلوا للأسف، وهو اللي سجلناه، هو أن لا على المستوى الرقابي ولا على المستوى التشريعي كان الأداء الحكومي ضعيف، وتيطبع واحد التجاوب ماشي صحي بالنسبة للديمقراطية ديال بلادنا. الدليل على ذلك، واللي صرحنا فيه شخصيا في الفريق الاشتراكي، بأنه واحد المحاولة يعني الهروب على الدستور، يعني تعطيل الدستور وفي نفس الوقت قتل السياسة والبرلمان. شنو التجليات ديال هاد العنوانين؟ ملي ما تيحضرش رئيس الحكومة 50% من العدد ديال المرات اللي خصو يحضر، بمعنى أننا كنفوتوا 10 مواضيع على المغاربة أن يستمعوا لها يسألوا فيها رئيس الحكومة ويستمعوا للجديد ديال رئيس الحكومة. حكمة المشرع أنه تكون مسألة شهرية، رئيس الحكومة يجي للبرلمان كل شهر، هو أن تكون الآنية مع المغاربة. المواضيع اللي شغلت المغاربة في هذه الثلاث سنوات الماضية، سنتين ونصف الماضية، بحرارة وبقوة حضرش فيهم رئيس الحكومة. ملي كان ارتفاع الأسعار وارتفاع الوقود وارتفاع بكل قوة، ما جاش رئيس الحكومة باش يدير مسألة شهرية. الدروة ديال 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 الإضرابات ديال التعليم، ما جاش رئيس الحكومة، جا رئيس الحكومة في نهاية الأزمة. فين كانت الأزمة ديال الإعلام بكل تلاوينه والإشكالات المرتبطة بالمجلس ديال 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 الوطني للصحافة، ما جاش إلى الآن، ما جاش رئيس الحكومة. اللي خارجين المحامون وكانت العدالة على المحك، ما جاش رئيس الحكومة. فملي كنعطيو هذه الأمثلة تنقولوا لأن الوقود ديال الحياة السياسية في بلادنا والوقود ديال العملية والوقود حتى ديال الإعلام، هو حضور رئيس الحكومة اللي أعطى هذا النفس. ملي تيختار رئيس الحكومة أنه كيمشي كيختار كنجيب مواضيع ميتة وكنقدمها بطريقة استعراضية، ما هذا قتلوا للسياسة. وحتى المغاربة والمواطنين مابقاش عندهم شغف باش أن يشوفوا هذا المرمدة. أضيف إلى ذلك أنك الغياب الكثير تأثر على الممارسة. هذا رئيس الحكومة، إلا نزلنا عند الوزراء كتبع نفس 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 العملية، ما عندناش وزير اللي حضر كل مرة. المعدل اللي عندنا في هذه السنتين خص كل وزير يكون حضر البرلمان مرة واحدة، 20 مرة في هذه المرات الواحدة. كاين وزير في الحكومة، الأمين العام للحكومة، ما حضر ولو مرة، ترفض يجي البرلمان، تيعتبر بحال الا هو ما معنيش هو وزير في الحكومه. وكاينه اسئله هامه ومنطقيه وقدمناها في الفريق الاشتراكي متعلقه بالجمعيات اللي كتعرف واحد العدد ديال الاشكالات ديال بخصوص ما يخص بالمنفعه العامه، وتيفضل بان تحويلها العلاقه مع البرلمان للجواب عليها. كاين وزراء اللي جاوا في هذه الاربع سنوات ثلاث مرات او اربع مرات. كان الاقصى الوزير اللي وصل واللي كنعتبروه ما كاينش مشكل نتوصلوا جاو 5 مرات، بمعنى ان الحضور. اذا الا جمعنا ان واحد الغالبيه ما فاتش 7 المرات، فنتخيلوا شحال ديال الاسئله وشحال ديال الاقطاب اللي تفوتات. مثلا العمل البرلماني هو هذا الحضور والمواكبه لعمل الوزراء. نعطي نموذج اخر، ملي كنقولوا في بلادنا اهم قانون صدقنا عليه، واحد قانونين كبيرين اطار، قانون الاستثمار والقانون ديال الاطار ديال الصحه. قانون الاستثمار تجندنا في الصيف العطله حتى نجح بسرعه حتى تصدق على 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 القانون، ثم بعد ذلك الوزير ما تيجيش، جا 3 مرات فقط في سنتين ونصف. جلالة الملك في الخطاب ديال الدورة الماضية ديال الافتتاح ديال الدورة البرلمانية تكلم على الاستثمار كأهم دعم للتحريك، في حين انت عندك قانون الاطار وكل المراسم والقوانين المتبعة ليه ما جبتيهاش باش انك تصدق عليها. إذن بلدنا ما يمكنش تمشي بهذه الوتيره، هو اللي سميناها قتل السياسة، ولكن قتل عمليات التطور، وهو ما كيهدد ايضا الامن التشريعي في بلدنا. الى مشينا للجانب التشريعي، ملي نقولوا بان الحكومه في سنتين ونصف جاوبت فقط مع 3 مقترحات القوانين، غادي تعطينا الصوره ديال عدد القوانين اللي جابتها الحكومه ضئيل جدا، بحال الا بلادنا ما تطورش. شنو القوانين؟ القوانين هي في حركه مع المجتمع، ان دائما كاينه قضايا جديده كتطلب اجتهادات كتطلب تنويعات، هذا الشيء ما كيحصل. اذا بالنسبه لنا الحكومه، هذا بالنسبه لنا على المستوى العلاقه مع البرلمان، ولكن في نفس الوقت بنقول واش القضايا الكبرى اللي علقنا عليها الامل ديالنا في هذه السنتين تحققت؟ البلاد، لا 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 لا، ارتفاع الاسعار بقى بنفس الوتيره ديالو، ارتفاع كلها كانت في التبريرات الاولى ديال الحكومه بانها مرتبطه بالسوق الدوليه، مرتبطه بعوامل، وخا تتغير العوامل الدوليه
العوام الاسعار بالنسبه لنا في بلادنا ما تتغيرش للاسف. المؤشر اللي قلناه مع السيد رئيس الحكومه اثناء المساءله الشهريه هو تعليم نموذج. ما حصل في التعليم هو نموذج لجوج الاشياء، هو ان ملي خرجوا التعليم بدك الزخم قوة باش يقولوا لها للحكومه، لانهم صدقوا نهار الاول الوعود الكبيره اللي تعطت لهم، ثم ثانيا لان ارتفاع الاسعار والتضخم اصبح يهدد الحياه ديال المواطنين والمواطنه. فالطبقه المتوسطه اليوم تتململ في كل القطاعات الحكوميه، في الاعلام نموذجكم، لان يعني المستوى المعيشي تطور بواحد 100% في حين الاجور ما تحركتش من 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 المكان ديالها. فبالتالي نعطوا احسن نموذج الطبقه المتوسطه اللي كتكون في كل المجتمعات صمام ديال 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 الامان. ما كيتحققش هذا بلادنا. كنبغيو نزكيو مع السيد رئيس الحكومه بان كاين شويه الخطر يجب الانتباه ليه. اليوم كنشوف بان واحد عدد القطاعات ونقابات كتعلن اضرابات في قطاعات حكوميه اخرى. الحكومه دارت اضراب حوار غير ناجح في التعليم، لانه واخا عطت فيه يمكن تعويضات مهمه للاساتذه ولكن ما تقبلش، وهو ما كيطرح علينا واحد السؤال كيفاش الزياده بداك الحجم ديال 1500 درهم. ما تقبلش لان الحكومه ماشي سياسيه باش تعطي عرض ممتاز، ولان ايضا نقولها باللغه اللي تنقولها دائما، لان الليبراليه كتامن بان الا عطيت غير الفلوس راه حليت كل شيء، في حين هذا التمرين الديمقراطي في بلادنا اللي تيقول بان الفلوس ما كيحلوش كل شيء، كاينه اشياء اخرى اللي باغينها الناس.